صباح الخير واهلا بيكم اعزائي المشاهدين في كل مكان، معاكم علي الهواري في اول حلقه من برنامجكم النيل اليوم. النهارده معانا موضوع جديد وشاغل فئه ومجموعه كبيره جدا من الناس، الا وهو السوشيال ميديا بكل ما تحتويها بقى من خناقات ومشكلات وترندات. هنناقشها معاكم، بس قبل الدخول في التفاصيل خلينا الاول نرحب بزميلنا اللي معايا. اهلا بيك مصطفى. اهلا بك علي. اهلا بيك يا محمد. اهلا بك علي. أظن إن الفترة اللي فاتت يعني أصعب حاجة وأكتر حاجة كانت مؤذية على السوشيال ميديا هي الخناقات، يعني أي حد كان بيقول رأيه في أي موضوع، سواء بقى كان غير يعني بعيد عن العادات والتقاليد أو خارج عن الدين أو خارج عن المألوف عامة، ده بسبب إن السوشيال ميديا وخاصة الفيسبوك بيستخدمها أكتر من 2.5 مليار مستخدم حول العالم. 2.5 مليار، فلك أن يعني كمية اختلاف رهيب جدا، في سواء فكريا او سياسيا او اقتصاديا او حتى اجتماعيا. انا مش بقول يعني ان اي حد يقول رايه ده غلط او عيب، بالعكس كل واحد يقول رايه بس يكون مقتنع بيه اقتناع تام. نروح لتقرير ونرجع لكم تاني. السوشيال ميديا ظاهرة مش جديدة على الشارع المصري. اول ظهور للسوشيال ميديا كان متمثل في الفيسبوك سنة 2005، ومن الوقت ده لحد الوقت كان الفيسبوك الاكثر تأثيرا على الشباب، سواء في التعليم أو التواصل أو الحصول على وظيفة أو حتى الشهرة. إيجابيات كانت موجودة وكانت مؤثرة جدا على الشباب، لكن بدأ يظهر الجانب السلبي للسوشيال ميديا من ترندات واختلاف آراء وخناقات، وكمان ظهور شخصيات ومحتوى بيأثر سلبيا على الشارع المصري. ده غير إن في 50 مليون مصري بيتعامل وبيستخدم السوشيال ميديا، واللي بيتأثر بيه وبينعكس عليه وعلى سلوكه وأفكاره واتجاهاته. من الطبيعي إن أي حاجة ليها إيجابياتها وسلبياتها، لكن هل في المستقبل هنشوف زيادة في سلبيات وسوء استخدام السوشيال ميديا؟ هل ده هيأثر على سلوك وأخلاق وعادات الشعب المصري؟ كان معكم علي الهواري على قناة الصحة والجمال. والله يا علي، لاحظنا في الفترة الأخيرة ظهور شخصيات، يعني المحتوى اللي بيقدموه مش هنقدر نقول تافه بالمعنى الحرفي، بس ملهوش مفهوش قيمة، بس بقينا نتابع الناس دي لمجرد ان هم يعني عندهم فولورز او عندهم عدد متابعين من الناس، فالاعداد اللي بتتابعهم طبعا ناس يعني ممكن نقول بالمعنى ان هم يعني ظهروا على الساحة في الاونه الاخيره وهم ملهمش مش اصحاب علم او اصحاب خبرة، فطبعا الأعداد اللي كانت بتتابعهم أعداد كبيرة وبقوا يأثروا في الرأي العام بشكل ملاحظ. مظبوط. وبرضو يعني اللي خلانا نتابع الناس دي إن احنا برضو يعني اتجاهاتنا في الفترة الأخيرة يعني بعدت عن الجانب الديني أو الجانب الروحاني أو العلاقات الأسرية، بدأ يحصل فيها تفكك، وده بيرجع لجزئية واحدة ألا وهي عدم وجود الرقابة من البيت الأسري، فحصل تفكك يا محمد. فدلوقتي المشكلة بتاعتنا إن احنا محتاجين نرجع للدعم الأسري ونرجع يعني روابط الأسرة الأولانية، الأسرة ترجع زي ما كانت يعني يعني نقعد على ترابيزة واحدة، ناكل نشرب مع بعض، يبقى في حوار ما بين الأب والابن والعكس. الابن مشكلته لما بيجي يتكلم مع والدته أو والده بيلاحظ الجانب السخرية أو جانب التهكم، رغم إن المفروض بالعكس يبقى في جانب النصيحة في الموضوع. أعداد الساعات اللي بنقضيها على السوشيال ميديا أعداد كتيرة، وممكن الواحد فينا يقعد بالساعة والاتنين والتلاتة والأربعة وما ياكلش ولا يشرب، فدي مشكلة كبيرة طبعا يعني يا محمد. وفعلا مشكلة كبيرة، وفي ناس بتطلق على السوشيال ميديا مش بس مواقع التواصل الاجتماعي، لا مواقع التكاسل الاجتماعي. بالنسبة لان انت ممكن تكون في الأسرة أب أم طفل، الأب ممكن يكون ماسك التليفون بتاعه شغال على السوشيال ميديا والأم كذلك، نتيجة بقى لذلك الطفل ارتبط بالكلام ده. وممكن عامه مثال ان انت مثلا ممكن نكون في شارع واحد، فبدل ممكن ما ننزل نقابل بعض لا نتكاسل ونقعد في البيت ونتواصل عن طريق السوشيال ميديا. وفي حاجه تانية ان التواصل عن طريق السوشيال ميديا عن طريق الكتابه بيأثر بشكل كبير، ان مهما كانت الكتابه عمرها ما كانت معبره عن الاحساس، الصوت بيعبر جدا عن الاحساس وبيوصل المعلومه اسرع. تاني حاجه اثرت السوشيال ميديا بشكل كبير برضه على الدين، ان في ناس بدات تستخدمها ان هي تروج لفتن وتروج لشائعات سواء بين المسلمين او المسيحيين، مع العلم ان في القران الكريم ربنا قال عز وجل ولقد
لقد خلقناكم من لقد ذكر وأنثى. خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، عشان نتعرف في سبيل في محيط كل ده ان احنا في المنفعة، نشوف ايه الحاجات اللي هتنفع وننقلها، انما احنا بقينا بننقل عادات الغرب الى المجتمع الشرقي ده بكل حقيقي، ده تفاصيل في حقيقي الاكل في الشرب في الـ فعلا. في الـ في العادات، سواء موضة او سواء الكلام ده، وده اثر بشكل كبير برضو على المجتمع وعلى الفرد وعلى الشباب. ماشي، خلينا برضو نقول ان السوشيال ميديا عامة برضو مش كلها سلبيات ومش كلها مشاكل واختلاف اراء وكل الحاجات دي، بالعكس ظهرت برضو الفترة اللي فاتت ايجابيات كتير ليها جدا. يعني بالعكس فترة الكورونا والحظر ما كانش فيه نزول كتير، ما كناش عارفين نقابل بعض، السوشيال ميديا وفر علينا حاجات من دي كتير جدا، بقينا عرفنا نقابل بعض على حقيقة الفيسبوك على الواتساب، اي حاجة ممكن توصلنا ببعض ونكلم بعض عادي، مش محتاجين ننزل زي الاول. فعلا وظهر منصات كتير جدا سواء بقى تعليم عن بعد او حتى كورسات اونلاين او الحاجات دي برضو بتساعد. يعني السوشيال ميديا فيها سلبيات وفيها ايجابيات، الفكره بس كلها في التعامل معاها، الفكره كلها في ان انا بستخدمها ازاي عملة ذو وجهين. بالظبط، هي دي المشكله كلها بتاعت السوشيال ميديا بس، واللي هي نوعيه استخدامنا ليها عامله ازاي. وبرضه يا علي ومحمد، في جزئية برضه زي ما كان بيتكلم، جزئية مميزات السوشيال ميديا ان هي ممكن نستخدمها برضه، يعني او بدأت تستخدم في الفترة الأخيرة كأداة أساسية للماركتينج. يعني مفيش حد دلوقتي ما بقاش يشتري اونلاين، فطبعا الكمية البوست اللي بتعمل لها شيرز بتساعد الشركة او بتساعد المنظمة اللي بتعمل الدعاية دي بشكل اكبر بكتير من بقية القنوات او بقية، يعني يكون ان انا قاعد بصفة مستمرة على السوشيال ميديا، البوستات اللي بتنزل دي كلها من خلال دعايه او بتاع، ولمجرد انت مثلا اهتماماتك مثلا باللبس او كده تلاقي كل البوستس اللي عندك لبس وكده. يعني فدي حاجه ساعدت برضو الناس في ان هي في الفتره الاخيره في حوار الفيروس وكده، ان احنا ايه نبقى كل المشتريات بتاعتنا من خلال الاونلاين. وفي نقطة تانية عاوزين نتكلم فيها، إن الأشخاص اللي بنتابعهم على السوشيال ميديا بقينا الوقت بنهتم بس بالمظهر، بنهتم مثلا بأحواله المادية، ممكن يكون مثلا معاه فلوس ففي ناس بتتابعه، ممكن يكون مثلا عنده مظهر كويس فممكن نتابعه، وبدأنا نبعد عن الشخصية بتاعت الشخص ده عامة، سواء كان كويس سواء الجانب بتاعه الثقافي، الجانب بتاعه الاجتماعي، الجانب بتاعه الديني، بدأنا نبعد عن كل ده. وده مظبوط، لو عندك حق الشخص ده صح. يعني لو بيتابعه مثلا 1,000,000 شخص، أكيد ممكن 100 بس من المليون دول هيتأثروا بيه وبيعملوا بنفس أفعاله، والمية دول مش هيأثروا على نفسهم بس، لأ ده هيأثروا على 100 أسرة، وبالتالي أصبحت مشكلة بالفعل كبيرة. بالفعل وفي مشكلة تانية اللي هي مش بتأثر بس السوشيال ميديا على الأب والأم، لأ ده بتأثر على الطفل وبتأثر على الأجيال اللي لسه جاية قدام، إن بقينا بنشوف الوقت لو أب مثلا حب يعاقب ابنه، لأ ده أنا هاخد من الموبايل على طول، هاخد هاخد منك التليفون. التليفون بتاعك. تمام، وده بالظبط دي مشكلة، دي انك تخلي ان دي انك تسحب التليفون من ابنك دي عقوبة، اذا انت اديتها اهتمام زيادة قوي، اهتمام اكبر من اللازم صح، وفعلا بدأنا صحيح. نهتم بيها زيادة قوي. وحتى في ناس يعني بتقعد على السوشيال ميديا اوقات طويلة، الاوقات ديت ممكن لو الشخص ضعيف ممكن يحصل له عملية اكتئاب، ممكن يبعد ينفصل عن الحياة الواقعية ويدخل في مجال تاني اللي هو مجال وحياة السوشيال ميديا اللي هو وتعليقا على العالم كلام الافتراضي. محمد برضو، جزئية الاكتئاب والانتحار، الاكتئاب عامل أساسي في الانتحار، هو سببه في الفترة الأخيرة كانت البعد عن الأسرة واهتماماتنا بالفون بس، يعني السوشيال ميديا قاعدين على الفون على طول، والدك يكلمك ما تردش أو مش سامعه أصلا، فطبعا ده كان بيأثر في إن ما فيش لا رابطة ما وبالعكس، بين الأسرة. تمام بالظبط، وبالعكس كمان ظهر اللي هي حتة الاكتئاب دي بالذات سبب كبير جدا من الاكتئاب، انك بتتابع ناس يعني اعلى من مستواك الاجتماعي والثقافي والفكري، انك لما تمام بتشوف الحاجات دي كلها صحيح صحيح بتتأثر نفسيا فبيجي لك اكتئاب. نقطة تانية محمد اتكلم فيها اللي هي نقطة متابعتك للسوشيال ميديا والرواد التواصل الاجتماعي اللي بيحركوا يعني الرأي العام في مصر. بقينا في مصر للأسف دلوقتي بنعمل يعني بنتابع ناس بتقدم محتوى سلبي جدا، محتوى يعتبر صفر وغير خالص أخلاقي تماما يا تماما، علي، وكمان بيبقى مؤثر جدا وبنلاقي ليه متابعين ومؤيدين كتير جدا وخصوصا في فترة الطفولة اللي هي فترة الإنشاء بالظبط. دي لا وكمان والبناية. في الفترة الأخيرة في فترة الكورونا دي كمان بالذات ظهر بقى التيك توك والقنوات والمحتويات السلبية كتير جدا، عملت خلل في المجتمع المصري، وده شفناه طبعا بصورة كبيرة، مع إن في قنوات كتير جدا وفي محتوى كتير جدا بتقدم حاجات كويسة، في ناس كتير يعني مش عايز أذكر أسماء بس
في انسايدر بيقدم محتوى جيد وكويس جدا، في كريم صلاح بيقدم ومضة كريم كويس جدا، في حاجات كتير جدا، هنا اكرامي قصه عكس التلات بتقدم محتوى كويس جدا، في ناس كتير قوي بتعمل حاجات كويسه، بس للاسف يعني ما بيبقاش ليها متابعين كتير، مش بنلاقي ليها جانب ايجابي ليها، بنتجه للسلب دايما واللي بنقلد حقيقة. ده حقيقي. وخليني برضه اقول يا علي ان جزئيه المحتوى السلبي اللي كان في الفتره الاخيره دي برضه الحكومه والجهات الاداريه المنوطه بالبحث في المواقع دي كان ليها دور كبير وساعدت، يعني كان في اختلاف برضه في ان كان بقى رادع للناس لاي حد يحاول يقدم محتوى غير هادف برضه، وفي قوانين فعلا في فبرضه الدستور. جزئيه زي دي عايزين نتناقش فيها في ان دور الحكومه في الفتره اللي جايه ودور المؤسسات هيبقى له فرق في من خلال متابعه هو ده الابلكيشنز الكلام دي. اللي انت بتتكلم فيه، هو ليه رأيين، في رأي بيقول لك لا الخصوصية والرقابة على السوشيال ميديا بتقيد الحريات شوية وبيبقى فيه صعوبة، في ناس تانية بتقول لك لا لازم فعلا يبقى فيه رقابة ولازم الناس تتراقب، لأن حاجات كتير غلط جدا حصلت وأدت لمشاكل في احب المجتمع. اعلق على النقطه دي يا علي، ان فعلا يا ممكن انت ليك خصوصيتك انك تقدم اللي انت عايزه، بس في حدود، في حدود الاخلاق، في حدود الثقافه، بقينا ما فيش ثقافه دلوقتي، ما فيش اخلاق، مش عايز اقول ما فيش، بس الاغلبيه ما فيش ثقافه ما فيش اخلاق، او يا ممكن تكون القيود وحشه، بس احنا كمجتمع في ناس كتير ضعيفه وفي ناس كتير ممكن تتاثر بسهوله، بالظبط. فاحنا انا مع رايي اللي هو يبقى في قيود على السوشيال ميديا، في بتحدد انواع الاخبار، او ممكن فعلا في اخبار ناس بتنقل شائعات، انواع التقاليد، انواع حاجات كتير بنعيشها في يومنا ممكن تأثر فينا السوشيال ميديا بشكل سلبي. هو ده حصل بالفعل، يعني في دول كتير جدا زي الصين وتركيا عملت فعلا تقييد على السوشيال ميديا، بس ده عمل غضب جوه الشعب وجوه رواد التواصل الاجتماعي في البلاد دي، يعني قالوا برضو ان في تقييد للحريات كتير جدا وان الناس بتعرض لظلم، وده اصلا السوشيال ميديا معمولة عشان تعبر عن رأيك، ده حقيقي وسائل الاعلام فعلا موجودة ما فعلا. بتعرفش تعبر عن رأيك او مش بتقول مثلا سلبيات، فالسوشيال ميديا ممكن يقول. والمشكلة إن السوشيال ميديا هي المنصة الأساسية أصلا لتضليل المحتوى أو لتضليل الرأي، يعني أي واحد سبونسر عنده رأي معين أو عنده حاجة بيروج لها، فمجرد إن هو بينزلها تمام، طبعا الناس بتتجه للحاجة دي، والحاجة دي ممكن ما تبقاش ليها أي علاقة بالصح، وعشان أثبت عكس ده أو أطلع أقول بيكون الموضوع اتشهر أصلا وخد الترند يعني في الفترة مظبوط. دي. فطبعا احنا عايزين نوصل ان احنا نخلي الدعم الاسري ووجود الترابط والدعم من المنزل رقم واحد والدعم من الوالد والوالده رقم واحد هو اللي هيغير في المحتوى، هو اللي هيغير، هيخلي بدل ما انا كابن اسمع للسوشيال ميديا لا اسمع لوالدي اكتر، بدل ما انا بقعد عليه بالساعات لا ارجع لوالدي، بدل ما انا بحل مشاكلي على السوشيال ميديا لا ارجع احلها في البيت. الدعم الاسري ده هياثر كتير فينا وهيخلي في اختلاف حتى في قعدتي على السوشيال ميديا هتبقى مجرد انا بعمل تشيك على الابلكيشن ماشي، بس برضو خلينا نقول ان السوشيال ميديا يعني انا بهرب بيها من الواقع، بيبقى عندي مشاكل كتير في الواقع بتاعي، عندي مشاكل في الشغل في البيت في علاقتي مع الناس عامة، بهرب من السوشيال ميديا، بضيع وقت فيها، بشوف حاجات جديدة في جروبات كتير جدا، سواء جروبات الدعم النفسي او انا وبنعمل مثال غريب برضو، يعني ممكن تساعدك في حل مشكلاتك، ممكن تساعدك في الدعم النفسي برضو، برضه مش ممكن تكون الأسرة هي الجانب الأول والأساسي في حل المشكلات أكيد دي يعني. أكيد برضه هيبقى في جهات أكيد. أخرى بتدعم الموضوع يعني. وممكن عن طريق السوشيال ميديا تتعرف على أشخاص جديدة، ممكن تتعرف بالظبط على أشخاص سيئين، بس في نفس الوقت ممكن تتعرف على أشخاص جيدين، أشخاص دول ممكن يكونوا بالنسبة لك أهم من ناس كتير في حياتك، تمام؟ بس الأسرة علي ومصطفى، الأسرة هي أهم حاجة، الأسرة أنت أغلبية الوقت بتقعد في البيت، فلازم نرجع جو الأسرة تاني، نرجع الأجواء اللي هي الترابيزة الواحدة والأكل وإن احنا الترابيزة الواحدة نتكلم مع والأكل، نتكلم مع بعض، مثلا الأب يسأل ابنه إيه يومك النهاردة، يومك مشى إزاي. حتى برضه يا محمد لو تلاحظ في الجو بتاع الأعياد وجو المناسبات، الأول كنا نتجمع ونقعد مع بعض وبتاع، تبقى هي يعني السوشيال ميديا كان عدم وجودها كنا نحس بجو العيد وإن احنا نقعد مع بعض كزمايل واحنا صغيرين في الشارع وكده، لا كان ده
دلوقتي لا دلوقتي مفيش الكلام ده، كل واحد على موبايله وخلاص. ممكن وانت قاعد جنبي اكلمك مثلا على ممكن الواتساب. ده انا كنت بتكلم مع واحد زميلي بيقول لي انا لو عايز طلب منهم ببعت لهم رساله تشيك على الواتس عايز كذا يعني. بس وصلنا لمرحله صعبه بصراحه من الناحيه الدينيه برضه كان لا ايجابيه يعني. من الناحيه الدينيه عندنا في حاجه في ان احنا مسلمين في حاجه اسمها صله رحم، ان انت تزور الناس قريبك او كده، ودي ساعدت السوشيال ميديا عليه. ان انا ممكن مثلا شخص قريب مني مسافر مثلا او بعيد عني او مش قادر اتواصل معاه، ممكن اقدر اتواصل معاه في السوشيال ميديا. يعني هي زي ما احنا قلنا في الاول سلاح ذو حدين. سلاح ذو حدين على حسب الشخص. كل الكلام اللي احنا بنتكلم فيه ده على حسب الشخص، راجع في الاخر على حسب الشخص اذا كان هو حابب يدخل في الايجابيات او حابب يدخل في السلبيه. ده حقيقي فعلا. وبرضه في جزئية عايزين نتكلم فيها، هي جزئية مهمة جدا، هي جزئية ان مفيش واحد فينا بيخش على ابلكيشن من دول الا لما بيدخل الداتا بيزك بتاعته. فطبعا الابلكيشن نفسه بيبقى يعني عنده كل حاجه عنك، يعرف تفاصيل عنك اكتر من والدك ووالدتك من خلال البوست اللي بتشيرها او من خلال الداتا اللي موجوده على الابلكيشن نفسه. فالجزئية دي طبعا الناس بقت في السيتنج نفسها بتاعت الابلكيشن دي حاجات بان هو متابعك في كل حاجه وانت مش عارف ان هو بيتابعك. اللي هي حته الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي فالجزئيه دي المفروض تظهر ناس يعني ذو خبره وعلم في الالكترونيات دي، تنبه الناس وتديهم الخطوات والستبس اللي يمشوا عليها، بحيث يبقى انا وداخل على الابلكيشن عارف الجهاز بتاعي محمي او لا، ايه الاجزاء اللي بيتاح جوه البرنامج او هو عارفها، وابتدي اعمل ايه، احاول على قد ما اقدر الغيها. ويبقى في جزئيه مهمة اني لا انا وبشير بوستاتي ابقى فيه خصوصية، ما مش اي حاجة تتنشر، مش اي حاجة عائلية تتنشر، بحيث ان حتى لو في اختراق من هاكر او من البرنامج او الابليكيشن نفسه يبقى برضو في حدود الايه اللي ما فيش ضرر على الاسرة المصرية، لان دراسة الموضوع ده في الغرب بتأثر جدا وهم عارف عنك اللي هيجي بعد كده، فبالتالي هو درس. كنت لسه هقول لك ان كل الابليكيشنات اصلا دلوقتي والتطبيقات عامة بتاع السوشيال ميديا يعني كلها اصلا فيها موضوع الخصوصيه ده وانتهاك الخصوصيه، وعارفين عنك معلومات وكل حاجه بتشيرها وبتنزلها. فحتى وانت بتكلم مع صاحبك تقول له مثلا عايز اشتري حاجه، بتلاقي بعدها مفيش دقيقه تلاقي اعلانات اعلانات على طول. فدي فعلا ممكن تكون فايده ايجابيات يعني للذكاء الاصطناعي، وبرده ليها جانب كبير من السلبيات. من السلبيات وعايزين ندي حلول قبل ما وقتنا يضيع، عايزين ندي حلول للمشاهدين. انا في رايي الحلول اولا هي دي اسمها مواقع التواصل الاجتماعي، ان احنا نتواصل مع بعض. ما ندخلش بقى في مواضيع تانية، في ندخل ان احنا متابعة ناس ناجع زي ما قلت، اشخاص دول ممكن ما يكونش عندهم ثقافة، ممكن ما يكونش عندهم اخلاق، وحتى في الفيديوهات اللي هم بنشرها ممكن ما فيش اي ثقافة لغوية نهائي، وده شفناه في الفترة الاخيرة. يعني نتواصل بس عن طريق الاشخاص، مثلا ممكن نعمل مجموعه، ممكن نعمل مجموعه مثلا انا وعلي ومصطفى، بكره نتقابل الساعه كذا ونقدر نتكلم مع بعض ونقعد مع بعض، تبقى ده مساعده لان احنا نتقابل مش ان احنا نقعد عليها. لا هي وسيله بس ما نستخدمهاش ان هي خلاص لو السوشيال ميديا مثلا وقفت ان انا حياتي وقفت عليها، لا اقدر ممكن اكمل بعدها. وفي اقتراح برضه ثاني يا علي للموضوع انا شايفه هيبقى مفيد جدا في الفتره اللي جايه، ان فكرنا كافراد ومجتمع مصري يتغير من خلال حاجه واحده، ان انا بدل ما انا قاعد على الفون على الابلكيشن فيس واتس اي حاجه، بدل ما انا بشير محتوى غير هادف، يبقى مسؤوليتي ان انا اشير طفل بيقرا قران كريم، نستفيد من بعض، كورس لقيته بعمله شير لزمايلي، حلقه دينيه، معلومه هستفاد بيها، يبقى المشاركه المجتمعيه من خلال البرنامج مشاركه فعاله، مشاركه ايجابيه مش مشاركه سلبيه، لان كل واحد فينا ممكن يبقى نكته يروح مشيرها، مش عارف ايه يروح مشيره. انا في رايي ان في بس حلين هما مثلا اللي ممكن يقضوا على كل مشاكل السوشيال ميديا. اول حاجه انت نفسك، الطريقه اللي بتتعامل بيها على السوشيال ميديا، الطريقه اللي بتتابع بيها الفيديوهات او البوستات او اي حاجه بتتروج على السوشيال ميديا، انت من نفسك شايف ايه الصح وايه الغلط، انت بايدك تختار وعارف دي لا حاجه صح هتفيد المجتمع، لا دي حاجه غلط وهتضر وهتنشر شائعات هتنشر فتن. وبرده جانب تاني الاسره، الاسره ليها جانب ودور كبير جدا في موضوع السوشيال ميديا، والشباب اللي بتقعد على السوشيال ميديا تابعنا
تابعنا برضو الفترة اللي فاتت قضية حنين حسام والناس دي كلها، برضو كانت المشكلة الأولى والأساسية هي الأسرة، مفيش متابعة ليهم، مفيش أي حد بيتابعهم، عشان كده اتجهوا للتيك اه توك ده حقيقي، ما والفيديوهات. نطالبش الرقابة من الحكومة وهي بالظبط. الرقابة لسه مش موجودة لا في البيت أصلا. وبالعكس الحكومة كمان عملت اللي عليها، وبقى في هيئة رقابية خدت كبيرة دورها جدا، دور فعال فعلا. وشفنا الدور والأسر فعلا حصل قدام. كان في اختلاف كبير بصراحة، بس ما ينفعش أنا أطلب الرقابة من المؤسسات والحكومة وأنا أساسا الرقابة مش موجودة في البيت. بالظبط. هو العامل الأساسي الرقابة اللي بتبقى موجودة في البيت، والأهم حاجة أهم حاجة ورقابة نفسك انت على نفسك بالذات، ده يعني حقيقي. تعرف الصح والغلط. والجو برضو ان انا يعني اللي بيخليني اقعد على السوشيال ميديا كتير وان انا اقعد اتكلم مع زمايلي، ان مثلا ما تلاقيش والدك ووالدتك في مره يقول لك يلا هنخرج كلنا احنا واخواتك والعيله لا وكده لا ما وهنتقابل عادش بره. يا مصطفى، دلوقتي الاب الام شغاله مشغولين جدا في السوشيال ميديا، ودي برضه يعني في مشكلة نسينا نتكلم فيها، ان هي مشكلة الطلاقات والكلام ده. مشكلة الطلاقات ديت برضه أغلبية 90% من المشكلة ديت بيجي عن طريق إن اللي هو السوشيال ميديا. مظبوط. الأب مثلا ممكن يدخل يلاقي ده زوجته حقيقي فعلا مثلا فعلا. ممكن ما تكونش حضرت له الأكل وماسكة الموب بتاعها. واولا تمام، واخيرا برضو نتمنى يعني ان احنا فكرنا كمجتمع بشكل عام يبقى يتغير. للافضل، ونحاول على قد ما نقدر ان احنا ندعم الجانب الايجابي يعني في السوشيال ميديا. وقبل ما نختم حلقتنا أعزائي المشاهدين، أحب أشكر زمايلي مصطفى اهلا وزميلي بك علي، اهلا بك اهلا ويا بك. رب تكونوا استمتعتوا بحلقتنا النهاردة. وأحب أديكم نصيحة إن أنتم ما تضيعوش وقتكم، حاولوا تستغلوا وقتكم في الحاجة اللي تفيدكم وتفيد المجتمع بتاعنا. كان معكم محمد الباز، برنامج النيل اليوم.